تحطات تاريخية مهمة يمكن لها أن تدخل حجم الاستثمارات وحجم العائدات إلى ملايير الدولارات. فمثلا إذا نظرنا إلى تنظيم مونديال 2030، فإنه حسب الاقتصاديين المحللين الاقتصاديين سيتمكن المغرب بفعل النشاط التي ستعرفه السياحة وكذلك التحرك للبضائع والأشخاص عبر التراب المغربي من الشمال نحو الجنوب ما يناهز غير المونديال بوحده التي حدد لنا 14.5 مليار دولار كعائدات. هذا حسب بعض ما اطلع عليه في بعض المواقع الاقتصادية التي تتبع مستقبليات هذا المونديال. إذن هناك مونديال 2030، هناك تعاون استخباراتي أمني رفيع المستوى ما بين الأجهزة المغربية والإسبانية بخصوص الهجرة السرية، بخصوص الاتجار في البشر كما قلت، بخصوص التهريب الدولي للمخدرات. وأقول أنه ليس من السهل أن يحظى رئيس جهاز الأمن المغربي المدير العام للأمن المديرية العامة للأمن الوطني وللمديرية العامة لحماية التراب الوطني الأستاذ الحموشي بوسام رفيع من دولة إسبانيا، طبعا إلى إضافة إلى تعاون مع دول أوروبية أخرى. إذن علينا أن نقول أن زيارة المغرب زيارة بيدرو سانشيز إلى المملكة المغربية جاءت لتعزيز تعاون اقتصادي استراتيجي مهم، تعزيز تعاون اقتصادي في ملفات كما قلت أمنية، في تهيئ إلى استضافة المونديال، كذلك في وضع أسس رؤية مستقبلية أو ما يسمى برؤية الأطلس، خاصة أن المغرب اليوم فتح وجهة بحرية لدول الساحل للدفع بالتنمية والدفع بتمكين هذه الدول من تصدير منتجاتها برفع مستوى اقتصادها ومعاملتها التجارية، وهي مقاربة تأتي إلى جانب المقاربة الأمنية والعسكرية لمحاربة الإرهاب والتطرف والجريمة غير المنظمة في هذه البلدان. ولذلك نقول أنه كذلك هناك مسائل دفعت في إطار الانفراج الذي عرفه مارس 2022 ما بين العلاقات المغربية والإسبانية، من بين ترسيم الحدود البحرية. ترسيم الحدود البحرية هو اعتراف سبق بسيادة المغرب على مجاله البحري على طول الساحل الصحراء المغربية الساحل الأطلسي. إذن علينا أن نعرف كذلك أنه هناك كذلك المعبرين البريين لمدينة المحتلتين التي الآن هما موضوع النقاش سبتة ومليليا، وكذلك في إطار الدفع بإسبانيا إلى إعادة النظر في هذين الملفين، كذلك هناك النظر إلى حجم المبادلات التجارية بين البلدين، وأن إسبانيا اليوم أصبحت تعتمد وأصبحت ترى في المغرب مستقبلها في مدها بالمنتجات الفلاحية والشبه فلاحية. وهذا طبعا أن الآن العالم يتصارع إلى تحقيق أمنين، أمن غذائي وأمن طاقي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.